على بيم اريبيا، وحابب ابدا بالالكتريكال لود استيميشن، وهو نعمل تقدير مبدئي للاحمال. وانا من وجهه نظري ان دي من الخطوات المهمه، يمكن اهم الخطوات في بدايه اي، وان شاء الله هنعرف ليه مع تفاصيل المحاضره. مبدئيا انا اسمي ابراهيم طلبه، مهندس كهرباء، عندي ديزاين والسوبرفيجن، واشتغلت حوالي برضو 3 سنين مقاول بمعدل يعني تقريبا فوق 15 سنة في مجال الكهرباء. حاليا انا موجود في مدينة الرياض بالتحديد. محتوى المحاضرة النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البينيفيتس اوف لود استيميشن في بداية المشروع، ايه اللي انا بستفيده لما احمل الكهرباء في بداية المشروع، والمعلومات المطلوبة عشان أعمل لود استيميشن، والطرق المختلفة. وبناء على لود استيميشن اللي أنا بعمله، إزاي أقدر أحدد الشبكة الكهربائية للمشروع، وطريقة توصيلها مع الشبكة الخاصة بالشبكة العمومية لشركة الكهرباء. بناء على لود استيميشن، ودي الخطوة أو البوينت نمبر 5، بناء على لود استيميشن واختياري للشبكه، بقدر احدد المطلوبه عشان اقدر اعمل ارينجمنت للمعدات الكهربائيه. وده طبعا هيبان لو انا اخترت لو فولتج، ميديوم فولتج، محتاج غرفه للترانس ولا مش، عدادات وهكذا. بناء على اختياري للشبكه اللي انا حددته بناء على لود استيميشن، بقدر احدد السبيسز المطلوبه مني او اللي شركه الكهرباء تطلبها مني، واعمل حسابها في المشروع. الله يبقى معنا بعض الأمثلة عشان توضح الأمور إن شاء الله بإذن الله، وتبقى يعني توضيح أو مثال عملي لعمل لود استيميشن. طيب، أو النيفتس أوف لود استيميشن، اللي أنا بستفيده من عمل لود استيميشن، أول نقطة إن أنا بقدر أعمل تنسيق مبدئي، الخطوة دي الحقيقة مرعبة، بس المفروض تتم لجميع الديسيبلينز. بنتكلم في ميه، بنتكلم في كهرباء، بنتكلم في كل السيرفيس اللي هتغذي المبنى، المفروض يبقى في تنسيق مبدئي مع الجهه تيني بالكلام ده. واحنا بنتكلم خصوصا عن الكهرباء، فالمفروض بنتكلم على تنسيق مع شركه الكهرباء في نقطتين الحقيقه في منتهى الاهميه. بعمل تنسيق مبدئي، يبقى التامليتي للحمل بتاعي، وفي نفس الوقت في وقت مناسب. وخليني اضرب مثال في النقطه دي، ان انا نفترض ان مالك لفندق وعايز الفندق ده، فانا رحت مباشره لمكتب تصميم وصمم لي الفندق، وبعدين بعد التصميم ابتديت اطرح المشروع وجي مقاول ودفعت داون بيمنت، ما المبنى قرب على الانتهاء، ورحت لشركه الكهرباء اطلب الحمل، وفجاه ان الحمل مش موجود، او شركه الكهرباء ما تقدرش تغذي المنطقه دي بالحمل ده، فطبعا هتبقى مشكله كبيره وخساره كبيره. او ان هي تقدر تغذي الحمل ده، لكن هي محتاجه ان هي تعمل ابديت او تعمل تطوير في الشبكه بتاعتها بانشاء محطه جديده، وممكن يستغرق ده 6 شهور. فالتنسيق المبدئي ده بيحميني وبيحمي البروجكت بتاعي ان انا اوصل ليه كهرباء في الوقت المناسب بدون اي تاخير. منها لما بعمل لود استيميشن في بدايه المشروع، ان انا بقدر احدد الشبكه، انا محتاج اغذي المبنى ده لو فولتج، ميديوم فولتج، طب الميديوم فولتج المعدات اللي محتاجه ايه عشان اغذي بيها المبنى. النقطه الثالثه، خلاص انا حددت من خلال تحديد النتورك، انا حددت اقدر احدد الالكتريكال سبيس، انا خلاص النتورك لما حددتها حددت الاكويبمنت مثلا ميديوم فولتج، فانا محتاج رينج من يونت وترانسفورمر، فبالتالي اقدر او شركه الكهرباء هتبقى طالبه مني ان انا اوفر سبيسز للمعدات دي، ف بالتالي اقدر في بدايه المشروع بدون اي ادنى مشكله. ما انتظرش ان انا اخلص الديزاين بعد ما افرش لايتنج وباور واعمل بانل سكادول وسنجل لاين دايجرام، وفي نهايه المشروع افاجئ ان انا لا والله الحمل طلع زياده جدا، ومحتاج مثلا ترانسين، محتاج 3 بدل 1، محتاج ميديوم فولت سويتش كبير والسبيسز دي، وارجع اطلبها مره تاني من المعماري، وتعمل مشكله بعد ما كل الديسيبلينز تكون حطت الريكويرمنت بتاعتها الخاصه بالسبيسز. فتلخيص كده، اول حاجه انا بطمن
ان عندي افيلابيليتي وفي نفس الوقت التايم الخاص بلود. النقطه الثانيه سيليكشن للنتورك اللي هتغذي او الخاصه بالبروجكت بتاعي. ثالث نقطه ان انا بقدر احدد الالكتريكال سبيس. ثاني نقطه وهي خاصه بالمعلومات المطلوبه عشان ابدا اعمل لود استيميشن. اول معلومه وهي في غايه الاهميه طبعا هي الاريا. والاريا هنا عشان برضو نبقى دقيقين, لو احنا بنتكلم على الاريا اللي باللون الذهبي او البني اللي هي البلوت اريا, ودي الاريا الكليه بس مش دي الحقيقه اللي بتهمني, او مش دي اللي بتخش معايا في حساب اللود. اللي بتهمني هي الاريا المظلله اللي بنسميها الكونستراكتد اريا او الاريا اللي بيتم عليها بناء المشروع. تمام. فمصطلح الاريا, لا احنا عم نتكلم على الكونستراكتد اريا دي اللي بيتم عليها. وفي نفس الوقت طبعا مع عدد الادوار بيطلع لي البيلت اب اريا لكل المشروع وهو كامل المشروع بالشكل الكامل ده. دي الكونستراكتد اريا, ومع ضربها في عدد الادوار بيطلع لي البيلت اب اريا اللي هي الاريا بتاعت كل المشروع. طيب بعد الاريا بيهمني الاريا دي هتبقى هيتم توظيفها سكني, تجاري, مستشفى, مصنع, وكل ده وكل طيب او كل ابلكيشن ليه فاكتور مختلف. النقطه الثالثه الكود او الريجوليشن اللي انا شغال بيها. انا دلوقتي في مصر فانا محتاج ارجع للكود المصري, انا في السعوديه فمحتاج ارجع للكود السعودي او دبي. طب الدوله اللي انا فيها ما فيهاش ريجوليشن, ابتدي ادور على الانترناشنال كودز والفاكتورز اللي فيها. واخر نقطه معايا طبعا هو النقطه الفولت امبير بالمتر سكوير اللي هو الفاكتور اللي انا بحسب بقى بيه اللود اللي هو الفولت امبير ده اللود بتاعي بير متر سكوير. بقدر اطلع اللود لازم يكون عند الاريا الابلكيشن بتاع الاريا دي, الكود او ريجوليشن اللي بطلع منها الفولت امبير بير متر سكوير. طيب الطرق بقى للاستيميشن, قبل ما نخش على الطرق خلينا الاول نوصف الاحمال الكهربائيه اللي موجوده في المشروع. في عندي احمال الاناره اللايتنج لودز, احمال السوكتس والاجهزه البسيطه. الاجهزه البسيطه دي مقصود بيها عشان بس تبقى جنرال, الاجهزه البسيطه دي او السمول امبلاينسز دي اللي هي اي جهاز ليه بلجن بيوصل على سوكت, ده بعتبره اجهزه بسيطه. طالما الجهاز ليه بلجن وبيتوصل على سوكت يبقى خلاص معنى كده ان الجهاز ده بيتغذى بحمل اقل من 13 امبير فده جهاز بسيط. تمام. لايتنج الجنرال سوكت وبما بالاجهزه اللي بيتم توصيل عليها للسوكتس. الاتش فاك لودز ودي من اهم الاحمال بتمثل تقريبا اكتر من 50%. البامبز لود اللي هي خاصه بقى بكل طبعا جماعه الصرف اللي الميه والصرف والكلام ده, كل البامبز اللي موجوده. تمام. ممكن يندرج تحتيها برضو والاسكليتور والحاجات اللي هي يعني كل ما هو موتور يعني. وبعدين اللو كارنت لودز, لو انا عندي اللو كارنت سيستم الالارم تليفون داتا سكيورتي سيستم وهكذا في اللو كارنت لودز. او سبيشال اكويبمنت, المباني طبعا اللي بيبقى الابلكيشن بتاعها يعني بيحتاج لاجهزه تاني غير اللي بنسميها النورمال لودز اللي هي موجوده فوق. يبقى في ميديكال اكويبمنت باعداد كبيره جدا واحمال كبيره. المصانع طبعا بيبقى في اكويبمنت برضو باحمال كبيره. الاكويبمنت تندرج تحت النقطه الاخيره. طيب ديفينيشنز انا عايز بس طبعا ممكن يكون في اللي انا بقوله بس انا بفترض ان انا ببدا من الصفر او بتكلم مع فريش انجينير ان ببدا دقيق اوصله للبنفيتس اللي احنا اتكلمنا عليها, فلو في حد عنده المعلومات دي ما يعني ما يتضايقش. الديفينيشنز
اول حاجه الكونكتد لود، هو المجموع الجبري لجميع الاحمال الكهربائيه في سبيسيفيك اريا، في اريا محدد، وسبيسيفيك اريا دي ليها مقصود وهيبان ان شاء الله بعد كده في الامثله. يبقى كده الكونكتد لود ده مجموع كل الاحمال اللي موجوده في اريا معينه. طيب الديماند لود، الديماند لود لا هو بيتكلم هنا الديماند لود اقصى حمل او اقصى تزامن بيحصل بين الاحمال. يعني نفترض مثلا انا عندي 100 لمبه احمال انار، دي لو انا بتكلم على 100 لمب مثلا دي كونكتد لود دي كلها. طب هو في الوقت بيتم تشغيل عدد قد ايه في نفس التوقيت؟ نفترض مثلا 80 او 90 ديماند لود، بنتكلم في 80 او 90. يبقى الديماند لود هو تزامن تشغيل الاحمال في نفس الوقت برضو في سبيسيفيك اريا، في اريا محدده. طيب تمام، يبقى معنى كده الديماند لود على الكونكتد لود، وطبعا طبيعي ان هو بيطلع قيمته اقل من الواحد لان الكونكتد لود هو اقصى حمل، دايما هو الاكبر الديماند الكونكتد لود، وممكن وطبعا طبيعي ان هو يبقى اقل. التوتال ديماند لود، عشان كده انا بقول سبيسيفيك اريا، التوتال ديماند لود هو مجموع كل الديماند لودز، فبالتالي التوتال ديماند لود بيبقى هو الحمل النهائي لكل اريات المشروع او للمشروع. الاريا اللي انا لسه متكلم عنها ونفس الرسمه، لان الحقيقه التيبلز خصوصا في الكود السعودي لما بيديني الحمل بيديني الحمل على الكونستراكتد اريا، فبالتالي مهم قوي ابقى عارف اللي بيتم عليها بناء المشروع وليس الاريا الكليه للمشروع. وعشان اجيب البيلت اب اريا زي ما قلنا، فانا عندي اللي هو القانون ده، والقانون ده انا واخده الحقيقه من كود السعودي، اللي هو البلوت اريا اللي هي الاريا الكليه للمشروع على البرسنتج اللي مسموح لي ابني عليه. وده يمكن بيحصل في المشاريع السكنيه في مصر، ان بيقول لي انا متاح ليك تبني من مساحه الارض، فبالتالي 60% نفترض ان انا عندي 100 متر مربع و60% يبقى انا المفروض ان انا ببني على 60 متر مربع، ودي تبقى الكونستراكتد. انا اجيب البيلت اب اريا بضرب في عدد الادوار. طب انا لو متاح ليا الكونستراكتد اريا، خلاص انا بضرب في عدد الادوار وبجيب البيلت اب اريا مباشره. طيب كل ده كانت مقدمه للميثودز بتاعه اللود استيميشن، ونبدا في اول ميثود او اول طريقه استيميشن، وهي الحقيقه الطريقه دي خاصه بتو تايبس من البيلدينجز، اللي هي ريزيدنشال والكوميرشال، مباني السكنيه والتجاريه. ليه يعني بس خلينا نتكلم في الطريقه، وبعدين في نهايه الميثود هقول ليه اشمعنى الريزيدنشال والكوميرشال. طيب الطريقه دي انا بعمل بيها ايه؟ الطريقه دي فاكتور واحد، استيميشن فاكتور واحد فولت امبير بالمتر سكوير، بيبقى انكلودد فيه كل الاحمال الكهربائيه. يعني انا استخدم فيها فاكتور هو بيبقى موجود فيه جميع الاحمال الكهربائيه. مثال عندنا هو الكود المصري، ده شكل فيه تيبلز ثانيه، بس الحقيقه يعني انا حسيت ان هي يعني مش ممكن تعمل يعني مش مفيده قوي، وممكن تعمل مشكله للناس اللي تشوفها، لان التيبلز الثانيه ليها علاقه العماره السكنيه او التجاريه موجوده في اي منطقه، فبالتالي يعني هو انا شايف السمري او التيبل ده يعني كافي جدا على الحمل لكل 100 متر مربع. جايب نوعين السكني والاداري، الاداري بيقول ان هو من 6 ل 12 كيلو فولت امبير لكل 100 متر. لو انا عايز اعمل استيميشن يعني لمبنى اداري، طب لو سكني قسم المباني السكنيه لثلاثه، اسكان منخفض واسكان متوسط واسكان فاخر. مستوى السكن كل ما بيزيد الكيلو فولت امبير بير 100 متر مربع. طيب المباني اللي هي فوق 15، هو فوق ال 15 هي مباني فاخر، يعني اي مبنى بيزيد عدد الادوار فيها عن 15 هو اكيد هيبقى مبنى من اسكان من النوع الفاخر، فبالتالي هو وصل لاعلى ريت 12. طيب اقدر ساعتها دلوقتي انا خلاص اقدر، لو انا
يعني انا نحط الامثله اللي عندي، لو يعني نشوف المثال خلاص هو ده التيبل اللي موجود، انا ده اللي اقدر احسب منه مباشره اللود الخاص بالبروجكت. فمثلا مثال لو انا عندي قطعه ارض تقريبا 400 متر، المثال الاول، والمفروض ان 400 متر دول هبني عماره سكنيه من 7 ادوار على 60% من مساحه الارض، تمام، مطلوب التحديد الحديد. طيب فالكونستراكتد اريا، الاول هحسب الكونستراكتد اريا ال 400 متر مربع اللي هي البلوت اريا، هضربها في ال 60% اللي هو قال لي دي نسبه على مساحه الارض. فبالتالي اللي هتبقى 400 في 0.6 هتطلع لي 240 متر، ودي تبقى الكونستراكتد اريا. انا هعتبرها ان هي بارك او جاردن، يعني اعتبر ان دي هتبقى يعني حديقه او مكان عام داخل الايه المبنى يتم استغلالها في، تمام، ودي هتبقى ايه ال 400 ناقص ال 240 اللي انا هبني عليهم، فتطلع تقريبا 160 متر مربع. طيب الديماند لود، ودي نقطه الحقيقه مهمه، كونكتد والديماند. طب الكود المصري هنا مديني الارقام دي كونكتد ولا ديماند؟ لا، هو الحقيقه مديني الديماند لود مباشره، فبالتالي انا لما بستخدم الكود المصري ما بستعمل مش محتاج اخد مباشره الحمل ده، وهو الديماند لود بتاعي. فالديماند لود للكونستراكتد اريا انا اعتبرت هو هنا 8000، تمام، على 100 اللي هو انا اعتبرت ان المبنى اسكان فاخر، فاخدت 8 كيلو فولت امبير اللي هو ال 8000 على ال 100 متر مربع عشان اطلع الفولت امبير بالمتر سكوير بس. في معايا الكونستراكتد اريا الحمل بتاعها 19.2 كيلو فولت امبير، ضربتها في عدد الادوار زائد عملت استيميشن بتاعت البارك على انها اسكان منخفض، فاخدت 1.5، تمام، 1.5 كيلو فولت امبير على ال 100 متر مربع، تمام. يبقى انا كده جبت الديماند لود للكونستراكتد اريا لدور واحد، ضربته في عدد الادوار، حسبت استيميشن لللود لمنطقه الباركنج او الجاردن منخفض، ان هي مجرد بس اناره فقط، ما فيش احمال تاني، وطلعت الحمل الكلي للمبنى 136.8 كيلو فولت امبير. طب المثال الثاني مثال، بس انا حابب كنت اوريكم الفرق في الارقام بين المبنى السكني والتجاري. عفوا، نفس قطعه الارض بنفس المساحه بس مخصصه لمبنى تجاري، وهبني برضو على 60%، هي نفس الحسابات، حسابات الكونستراكتد اريا ضربتها في 0.6 التوتال اريا، برضو افترضت خلاص ان باقي المساحه هتبقى باركنج. الديماند لود هنا ساعتها بقى خدت، هو بيقول لي من 6 ل 12، انا خدت بقى الكل لخبره الديزاينر، يعني انت ممكن تاخد 6، ممكن تاخد 8، ممكن تاخد 9، يعني هي في الاخر بين 6 و 12، فانت بتشوف الرينج المناسب ليك اللي ما يخليكش توصل بحمل زياده الحمل المطلوب. فانا افترضت قلت لا ان هو تقريبا هتبقى 10 كيلو فولت امبير لكل 100 متر مربع، وطبعا بضطر ان انا اجيب الغاز سكوير عشان اقدر اضرب في المساحه مباشره ويطلع لي الحمل. فطلع في فرق في الحمل فعلا، هي نفس المبنى نفس عدد الادوار بنفس المساحه، لما استخدمتها سكني لو هستخدمها سكني طلعت ب 100.8، انما لو هستخدمها تجاري الاحمال هتزيد شويه معايا تبقى 170.4. والحقيقه الكود المصري سهل في الجزئيه دي، الفاكتورز موجوده ومش محتاج زي ما هنشوف بعد كده في الكود السعودي. طيب الكود السعودي، ويمكن انا مركز على النقطتين، الكود المصري يعني شغال حاليا في السعودية، وكمان لان الكود السعودي الحقيقة في موضوع الاستيميشن لود عن في ليه هايل، وهتشوفوا حضراتكم التيبلز ستاندر مفصل جدا، ويخليني اقدر اعمل استيميشن لود لاي تايب اوف لود بشكل دقيق وبشكل جيد جدا. هو ده التيبل الوحيد اللي انا اقدر اعمل منه استيميشن، انما الكود السعودي هنشوف بدايه كده هو مقسم الاريات في اول تيبل، مثلا سي 1 بيقول
ان دي مبانيها بيزنس كوميرشال، سي 3 فرنتشر فلاتس وهكذا، السي 4 للهوتيلز. فهو مقسم بكود، كل كود بيعبر عن الابلكيشن بتاع الاريا المستخدم. طيب بعدين الديماند فاكتور. الديماند فاكتور هنا اللي احنا كنا بنقول عليه، كنا بنتكلم ان انا عشان اوصل من الكونكتد لود محتاج الديماند فاكتور. هو مديني كل الفاليوز بتاعه الديماند فاكتور في تيبل، سواء مبنى اداري، مبنى سكني، مستشفى، كل المباني. خليني اعمل زوم شويه. كل المباني مديني الديماند فاكتور، فمنتهى البساطه اقدر اجيب الديماند لود. ليه هو مديني الديماند فاكتور؟ لان بتاعه الكود السعودي هو بيديني الكونكتد لود وليس الديماند لود، غير الكود المصري. فبالتالي انا بحتاج الديماند فاكتور عشان اوصل للديماند لود. ادي التيبلز الموجوده. طبعا التيبلز نخلي بالنا من موضوع 230 على 400، لان نزل تحتوي على تيبلز خاصه بال 110 220. وطبعا دي خلاص ما بقتش مستخدمه، وكل المباني اللي هيتم بنائها حديثا لازم تبقى على السيستم 230 وليس 220. حتى من 10 سنين فاتوا تم اصدار قرار بعدم توريد اجهزه 110 للمملكه. تيبل اهو اللي بيتكلم على ريزيدنشال، جايب الكونستراكتد اريا. فدي هحتاج ان انا اضرب في عدد الادوار، دي نقطه مهمه جدا. ده التوتال كونكتد، فانا هبقى محتاج الديماند فاكتور. تمام. وده بينطبق على كل الاريات. هو هنا بقى مديني اريات، يعني مديني 25 50 75 وهكذا لغايه تقريبا 4800. ومقابل كل اريا بيديني التوتال كونكتد بتاعها، يعني مثلا 25 متر بيقول ان الكونكتد لود بتاعها يبقى 4 وهكذا. وده بالنسبه للكوميرشال. تمام. طيب يبقى انا ازاي، عشان برضو الناس اللي ممكن تكون انتهت منين، ازاي انا بحسب اللود استيميشن من الكود السعودي؟ الاول بجيب الكونكتد لود من التيبلز اللي فاتت، الكونكتد لود من التيبل اللي فات فاكتور، بوصل للديماند لود بس ده للكونستراكتد اريا او لدور واحد، بضربها في عدد الادوار بطلع التوتال ديماند لود. الاريا دي مش ماتش مع الاريات اللي موجوده في التيبل، وده الحقيقه انا حتى تلاشيته في الامثله، بس برضو للحابب بيعرف. نفترض ان الاريا، نفترض ما طلعت 115 ولا 101 ولا 125، ايه اللي انا هعمله؟ بيقول جايب الكونكتد لود اللي انا هحسبه، الاريا اللي هي ال 115 اللي انا افترضتها، ال A1 وال A2 دي الاريا اللي فوقيها واللي تحتيها. يعني لو رجعنا مره ثانيه، يعني اللي هي ال 101 وال 125. طيب ال CL2 وال CL1 هي ال 20 اللي هي التوتال كونكتد لود بتاعت الاريا اللي فوقيها والاريا اللي قبليها. ممكن تسال على نفسك خالص وما تزعجش نفسك وتاخد القيمه الاعلى وتضربها مباشره. يعني انت ممكن لو انت مش عايز تعمل القصه دي، ممكن مثلا تشوف ال 25 تقسمها على 151 مثلا، يعني او احنا كنا في هنا ب 101 125، ممكن تجيب ال 20 على 125 وتطلع الفولت امبير بالمتر تلاقي 115 وانتهى الامر. بس دي لو عايز تجيب الاحمال بدقه يعني. طيب نبدا بقى بالامثله وان شاء الله برضو توضح. انا خدت نفس الامثله، والحقيقه انا كنت قاصد كده لان في نقطه انا هعقب عليها بين الكود المصري والكود السعودي. دي نفس المباني بالظبط اللي هي في مثال الواحد واثنين، دي المباني اللي انا عملت لها اللود استيميشن عن طريق الكود المصري، هي بالظبط، بس هعمل لها اللود استيميشن عن طريق الكود السعودي. 400 متر، عماره سكنيه، هبني على 60% و7 ادوار. الكونستراكتد اريا جبتها 240. تمام. والبارك او الجاردن برضو نفس القصه. الكونكتد لود
الكونكتد لود فور كونستراكتد اريا حوالي 60. خليني ارجع ليها مره ثانيه. تمام، ادي ال 400 وادي ال 60. تمام، الديماند لود بقى برجع ساعتها للديماند لود اللي موجود في التيبلز اللي هو ده السكني، بيقول لي ان هو 60%. تمام، 60%، فبقدر اوصل منه للديماند لود، بضرب في عدد الادوار. وطبعا بالنسبه للبارك هو كان مديني ان هي بتبقى حوالي 4 امبير بالمتر سكوير او 3 فولت امبير بالمتر سكوير، اللي هي لا البارك والجاردن 4 فولت امبير بالمتر سكوير. فبالتالي طلع اللود تقريبا 252.5. مثاله بنفس الطريقه بالتيبلز عند ال 400 ال 86. هقدر اجيب ال 86 بضربها في 0.7، ده الديماند فاكتور اللي هو موجود برضو، ادي 0.7. معلش انا برجع بين السلايدز بس عشان ايه ابين لكم الارقام انا واخدها منين من التيبل. 200 تقريبا لو شفنا هلاقي ان في فرق في الحمل بين اول مبنى، هو نفس المبنى لو انا عملت له لود استيميشن بالكود المصري او عملت له لود استيميشن بالكود السعودي، برضه لو هو مبنى تجاري بنفس الفكره هيبقى فيه برضه فرق في اللود، فرق الحقيقه كبير. الفرق ده ناتج من ايه؟ وهي دي مشكله الحقيقه الكود المصري، ان الكود المصري ما كانش مراعي التكييفات اللي احنا عليها حاليا. يمكن دي تم مراعاتها في الكود السعودي، وهو ده اللي هيخلي اي حساب بالكود السعودي لنفس الاريا اللود استيميشن بالكود المصري يطلع فيه فرق للود مع الكود السعودي. فان يعني رجاء اللي بيعمل لود استيميشن بالكود المصري يبقى مراعي النقطه دي، ان يعتبر الفاليوز بتاعت الفولت امبير بمتر سكوير في الكود المصري مش ابديتد، فبالتالي بسبب التكييفات فده ممكن يخلي اللود اللي طالع اقل من للمبنى. طيب نكمل الطريقه الثانيه لحساب اللود استيميشن، ودي برضو عن طريق فاكتور، بس الفاكتور ده المره دي انا كنت الاول في الريزيدنشال. خليني ارجع للريزيدنشال. ايه اللي بيخليني انا كنت الاول بيحسب اللود استيميشن لكل المبنى لكل احمال المبنى، لان طبيعه مباني الريزيدنشال والكوميرشال ما فيهاش احمال خاصه لود كبيره، فبالتالي معظم الاحمال هي الاحمال النورمال، فبالتالي هو فاكتور واحد يقدر يلبي لي طبعا واقدر الاحمال اللي فيه. طيب نروح للجزء الثاني، ودي بقى ابلكيشنز ثانيه للمباني. ساعتها ما بيبقاش النورمال لودز هي الفاكتور الوحيد، بيبقى فيه سبيشال لودز بتضاف. ففي عندي الكود السعودي هنا مقسم الاريات في اللون اللي هو السيان واللون اللي هو تقريبا الماجنتا. بيقول ان هنا اللون السيان اللي هي زي الهوتيلز المولز الريستورز دي يمكن الاريا هي الاساس، الاريا اللود الاريا لود دينستي ميثود دي الاريا هي الاساس في حساب اللود، انما الاريات الثانيه سبيشال لودز اللي فيها من ميديكال اكويبمنت لاحمال الاكويبمنت بتاعت المصانع هي الاساس، او هي بتمثل قيمه كبيره في اللود استيميشن مش الاريا. تمام، التو تيبلز دي بيديني الفولت امبير بالمتر سكوير، هنا بقى فولت امبير بالمتر سكوير مباشره. بيسهل لما بيكون في فاكتور فولت مباشره انا بضرب في المساحه وانتهى الامر. فولت امبير بالمتر سكوير هنا مثلا بنتكلم على هوتيل بيبقى 240، على هوسبيتال ب 250، ونلاحظ ان هو بيقول لي اللود موجود في ايه. اللود موجود في اللايت الاير كونديشن الباور سوكت تقريبا، ده اهم الاحمال. وبعدين مديني نوت تحت قال ان دي بتغطي بس النورمال لودز، لكن اي اديشنال لودز لازم تبقى معمول حسابها في اللود استيميشن.
طيب نفس التايب او الابلكيشنز بتاعت المباني، لكن الفرق ان هو شال احمال الاير كونديشن وحط مكانها او خلى بس الفاكت والباور سوكت، فبالتالي الفولت امبير متر سكوير قيمته قلت شويه لان زومنا. هنلاقي مثلا بالنسبه للهوتيل كان 240 انكلودد في الفاكتور، لكن لما خرج بقى 95 فقط وهكذا. طيب لو انا الجدول الثاني بان انا بحسب بس اللايت والباور وخرجت الاير كونديشن، فدي دي استيميشن لللود المساحه اللي هتتخدم قد ايه والقدره الكهربائيه للمساحه دي. او لو انا عندي سنترلايزد اير كونديشن، والحقيقه ده مهم، كتاب محمود الدكتور محمود جيلاني، دي كانت المصدر بتاع المعلومه، ان هو 3.5 طن لكل 100 متر مربع. حولتها انا الفولت امبير بمتر سكوير عشان اسهل استخدامها في الامثله اللي هتكون معانا. تقريبا بنتكلم 96 وربع او يعني 100 ل 150 فولت امبير بمتر. وطبعا ما ننساش ان الديماند فاكتور معانا عشان نحسب الاحمال بتاعتها. طيب الامثله على الطريقه الثانيه، احنا اول طريقه هو ان فيها ان انا لا مش بحتاج ان انا السبيشال لود ان انا اعمل لها استيميشن او ان انا ادور على قيمتها عشان اضيفها على الاحمال النورمال لود. فمثال مثلا لو انا عندي فندق 800 متر مربع متكون من 10 ادوار وعايز احسب الحمل الكهربي ليه، لكن هنا هضيف بقى عليه السبيشال لود زي لاندري، ودي طبعا احمال كبيره بتبقى في موجوده في الفنادق، وقلت مثلا الاحمال دي هتبقى 200 كيلو وات، فالكونكتد لود هيساوي ال 800 في 240. ال 240 ده هو ايه؟ هو قيمه الفولت امبير متر سكوير للهوتيل. تمام. طلع الديماند لود بضرب بقى طلع 192، الديماند لود 192، ودي قيمه الديماند فاكتور بتاعت الهوتيل. تمام. ادوار. تمام. واطلع التوتال ديماند لود، بس دي هتبقى ساعتها لو انا ضربت ال 140 144 اللي هو الديماند لود في ال 10 اللي هي 10 ادوار، بس دي النورمال لود. طب السبيشال لود اللي هو قال عليها 200 كيلو وات، دي ال 200 ال 200 كيلو وات طبعا عشان احولها لفولت امبير بقسم على 0.8 وضربتها بنفس الديماند فاكتور، ف 1600 27.5 كيلو فولت امبير او 1.6 ميجا فولت امبير. طيب لو انا عندي مستشفى تقريبا بنفس المساحه بنفس ساعتها بس الفاكتور هيختلف، هو ال 250. تمام. ده ال 250 للهوسبيتال. هو كمان ضاف عليهم الحمل الكلي للمغسله وللمطبخ، برضو موجودين في المستشفيات من الاحمال المهمه الموجوده في المستشفيات. وكمان بقى الاحمال اللي هي الاساسيه اللي هي الاحمال الخاصه بالمعدات الكهربائيه 500 كيلو وات. الكونكتد لود انا جبت اللي هي المساحه. تمام. في ال 250 طبعا المساحه هنا طالما هو الفندق نفسه مساحته ويعني ما اتكلمتش على او نسبه بناء، فخلاص انا افترضت ان ال 800 هيبني عليها المساحه الكليه للفندق، هي دي اللي هي الكونستراكتد اريا. وبرده نفس الكلام في المثال السادس اللي هو خاص بالمستشفى. الكونكتد لود هنا 800 في 250 طلع 200 تقريبا كيلو فولت امبير. ال 200 ضربتها في 0.8 اللي هو الديماند فاكتور الخاص بالمستشفيات. والحقيقه دي ميزه الكود السعودي ان كل الفاكتورز موجوده ومتاحه، فتقدر تستخدمها وتوصل بيها للديماند لود او توتال ديماند لود اللي انت عايزه. 160 بعد كده ضربتها في ال 200 وال 500 اللي هي احمال اللاندري والكيتشن مع الميديكال اكويبمنت، وقسمتها على 0.8 وضربت في نفس ال 0.8 اللي هي الديماند فاكتور طلع 2.3 ميجا. رقم 7 و8 انا عملت ايه؟ انا استخدمت
وده تعمدت ان انا اعمله لحضراتكم عشان اشوف فرق الحمل. استخدمت التيبل الثاني اللي هو خرج بيه احمال الاير بالنسبه للهوتيل اللي هو كانت 95 تمام، وبالنسبه للهوسبيتال كان 115. يمكن انا حتى غلطت، خدت ال 80 اللي هي بتاعت الفرنتشر فلات مش ال 95 في حساب المثال ده، بس هي المفروض لا 95 مظبوط تمام. ف ساعمني لو الفولت امبير بالمتر سكوير الخاص باللايت والباور. طب بالنسبه للاير كونديشننج ارجع استخدم الفاكتور ده 150 فولت امبير بالمتر سكوير اللي هو سنترلايزد بالنسبه للوزن السنترلايزد تمام. هيطلع تقريبا الحمل قريب 1567.5 تقريبا، هو قريب هنا برضو 2.4 2.3. يعني في الاخر لو انا استخدمت الفولت امبير بالمتر سكوير اللي انكلودد فيه الاير كونديشن تقريبا هيطلع لي نفس النتيجه لو انا استخدمت اللايت والباور. الفولت امبير بالمتر سكوير لللايت والباور الواحد مش اللود بتاع الاير كونديشن، في الاخر هيطلع لي نفس النتيجه. الارقام وبعد سلسله الارقام والتيبلز الكتير دي انا في الاخر قدرت اوصل للود استيميشن للمبنى زي ما طلع معايا في اول مبنى 136.50 او طلع في ثالث مبنى 1600 الا 2 ميجا او 2.3 ميجا. انا وصلت خلاص في الاخر لقيمه اللود المبدئي للمبنى. نيجي بقى للنقطه البينفيتس اللي انا بستفيد بيها. خلاص انا طلعت اللود استيميشن، طب انا هستفيد منه ازاي بقى في ان انا احدد الشبكه طبيعه الشبكه بتاعه المبنى؟ فبس رجاء الارقام دي يعني اللي عايز يشتغل او اللي عنده تاسك خاص باللود استيميشن يبقى ياكد الارقام دي مع شركه الكهرباء اللي هو موجود فيها. يعني ما تكونش اكيوريت، هي قريبه قوي من الصح بس ممكن ما تكونش يعني 100% دقيقه. فهنفترض ان اللود استيميشن، ودي اول حاجه سيلكشن بقى اوف نتورك تايب للمبنى. اول حاجه اللو فولتج نتورك. طب اللو فولتج امتى بحدد المبنى ده يتغذى لو فولتج؟ لو فولتج معناها ان انا جايب كابل 380 تمام، او قيمته 400، 380 في مصر او قيمه 400 في السعوديه. لو اللود استيميشن بتاعي طلع اقل من 200 كيلو فولت امبير او اقل من 400 امبير. طب ليه اكتر من كده؟ اكتر من اللود استيميشن ده ساعتها هبقى محتاج ترانسفورمر. لكن اقل من اقدر اغذي باللو فولتج نتورك. طب احتاج ايه بقى في اللو فولتج نتورك؟ العداد الميتر بيبقى لو فولتج، العداد اللي بيتم حساب الاستهلاك للكهرباء. الريتنج زي ما موجود قدامكم كده، وده التيبل الخاص بالسعوديه برضو اللي هو بيقول لي لغايه 11 كيلو تقدر تستخدم متر 30 امبير، 7 لغايه 27 60 لغايه 49 100 وهكذا لغايه ما اوصل ل 152. يعني في الاخر انا بيحددني تقريبا 200 كيلو فولت امبير. هي طبعا ال 152 دي مش عايز ازعجكم بالارقام، بس 152 دي لان هو حاسب على ال 220 3 فيز، لكن لو حسبت على 300 لاعلى كمان من 200 ممكن توصل ل 250. ففي الاخر انا بوصل المبنى لو فولتج في احمال اقل من ال 200 كيلو فولت امبير. طيب العدادات في مصر، اللي انا الحقيقه الله بعد نهايه المحاضره عنده معلومه، لان اكيد في عدادات اكبر من كده. اللي شفته موجود في الكود المصري كان بيبقى 10 امبير، ويمكن دي ممكن تكون الاحمال السكنيه الاسريه، و40 امبير سنجل او سري. طبعا واعتقد ان في رنجات اعلى من كده، بس الامور واضحه الحقيقه في الكود السعودي ان انا بوصل لغايه 400. العدادات هي موجودة 60 100 160، او في عدادات بمحولات تيار للاحمال الاكبر من 95. ده القاطع، ده البريكر، انما العداد نفسه هو 60 60. طيب بغذي بقى المبنى ازاي؟ بغذيه عن طريق ديستريبيوشن بوكس، او بنسميه في مصر احنا كفرين، وهنتطرق ليه ان شاء الله في السلايد الجاي. يبقى العداد هنا في الحاله دي على اللو فولتج،
بغذي المبنى بتاعي من ديستريبيوشن بوكس. المساحات اللي محتاجها في مصر بوكس بيتركب اوتسايد، بيتركب بره او بيتركب في مدخل العماره، بس عاده بيبقى بره، مش داخل العماره، بيبقى بره، وخصوصا في بيبقى بره ومش محتاج اي مساحه. لكن في السعوديه الحقيقه الديستريبيوشن بوكس بيبقى بره، لكن هو بيفرض على صاحب المنشاه انه يحط غرفه لو عدد العدادات كبير وعدد الكاستمرز كتير في المبنى، بيفرض عليه غرفه للعدادات. ليه؟ هو يعني بيحترم الخصوصيه في ان الشخص اللي بيجي يقرا العداد ما يخبطش على السكان، مفتاحها تحت، وكان في نفس الوقت ما يتعبش الشخص اللي شغال في شركه الكهرباء. كل العدادات تحت، بيخش بيشوف كل العدادات بيقراها وخلاص، وانتهى الامر بدون ما يزعج السكان. يمكن في مصر احنا عندنا العدادات داخل الوحده السكنيه، ما اعرفش في المدن السكنيه الجديده بداوا يغيروا النظام ولا لسه الامور زي ما هي. طيب الديستريبيوشن بوكس هو عباره عن ايه؟ في الديستريبيوشن بوكس الموجود في السعوديه واللي موجود في مصر، هو في مصر عباره عن دخول وخروج. هنا دي منطقه دخول الكابلات، خروج الكابلات. انا بخش بثلاث فرد، اللي هو الريد واليلو والبلو، اللي هو الثري فيز الخاصين بيا، وبعدين بطلع للمسار دي، وبعدين بتحرك من الفيوزز دي عشان اروح للكاستمر او للمنشاه اللي بعديه عشان اكمل اللوب. يبقى انا بداخل بالكابل مباشره هنا، بعدين خارج للوحده السكنيه الثانيه او المبنى المجاور، وبطلع اغذي الرايزر بتاع المبنى من الفيوزز دي. طبعا الحمايه هنا زي ما انتم شايفين فيوزز، بيتم الحمايه عن طريق هنا. نفس القصه نفس الكلام برضو، داخل خارج عشان اخلق اللوب. انا في الاخر محتاج قصه اللوب عشان يبقى عندي تو سورس قادرين يغذوا المبنى لو انقطع الكابل من صيدا. الفرق هنا في هنا بريكر، والبريكر طبعا حضراتكم عارفين ان البريكر الحمايه بتاعته ما بتبقاش اوفرلود، بس بتبقى شورت سيركت بريكر. زي ما حضراتكم شايفين هنا الديستريبيوشن بوكس بيحتوي على العداد كمان، وطبعا لو عدد الكاستمرز كتير بيبقى في غرفه ممكن تبقى 1.5 متر، او لو هستخدم التو سايد موجوده بالتفصيل في الكود السعودي ان شاء الله. انا يعني هحط كل المصادر اللي انا اشتغلت منها متاحه باذن الله لحضراتكم. لو اكبر من كده بيبقى 2 متر للعدادات. طيب لغايه 200 كيلو فولت امبير اقدر اشتغل لو فولتج. طب اكتر من 200 لغايه محول 500، تمام. وساعتها الكابل اللي هيجي لي مش 380، هيجي لي كابل 13.8 كابل ميديم. وساعتها العداد رينج من يونت، رينج من يونت، في رينج من يونت دلوقتي ما هو اللي هي المترنج رينج من يونت دي، بيبقى فيها العداد. طبعا برضو الرينج من يونت هي نفس الفكره بتاعت الديستريبيوشن بوكس، لكن النتورك الميديم فولتج. فكر برضو دخول وخروج عشان اخلق اللوب، وبعدين تغذيه للمحاور تبقى 2+1 او 2+. هنا طبعا بغذي عن طريق محول 500، تمام. الريكوايرد سبيس الترانسفورمر والرينج من يونت دي بحتاج ليها غرفه. خلاص انا غطي بالترانسفورمر، والترانسفورمر بيحتاج رينج عشان يبقى في التغذيه عباره عن لوب، افضل محافظ على اللوبنج الخاص بالشبكه بتاعت شركه الكهرباء. ترانسفورمر ورينج من يونت دي بتبقى محتاج غرفه، الغرفه دي ما بتقلش عن 3.5 في 4.5 متر. شويه ريكويرمنت للغرفه ايه هي؟ الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، عشان انت بتختار دلوقتي، انت بتحدد المساحه. انا خلاص المبنى طلع محتاج ترانس 500، ومحتاج احدد له سبيس واطلب من المعمار في اشتراطات في السبيس دي عشان شركه الكهرباء توافق ان هي تحط الترانس والرينج. ايه هي؟ ان الاكسس من الغرفه دي يكون من الشارع، ما يكونش من داخل المشروع عشان اوصل لغرفه الكهرباء، لا، من الشارع اخش لغرفه الكهرباء، تمام. الليفل بتاعها لازم يبقى 30 سنتي فوق الليفل بتاع السايت او الليفل بتاع الستريت
المجاور ليها، الموضوع لو في لا قدر الله مطر او حاجه ما تخشش على المعدات داخل غرفه الكهرباء، فلازم تبقى اعلى على الاقل ب 30 سم. الاكسس يكون على شكل رمب دخول وخروج المعدات من غرفه من غرفه الكهرباء. وطبعا الباب بتاع الغرفه دي بيبقى حوالي 2.4 متر في ارتفاع 3.2 سهول. نكمل خلاص. هي بقى قصه الاحمال بدات تزيد معايا، كل ما هزيد كل ما هزود الريتنج الخاص بالترانس. انا لغايه 500 كنت بستخدم ترانس 500، طب من 500 ل 1000 هستخدم ترانس 1000، نفس الفكره وبنفس التفاصيل وكل حاجه. ترانس برضو 1000 محتاج رينج من تقريبا ما بيختلفش كتير في المساحه، 3.5 في 4.5 وهكذا بقى. لو شفنا ترانسفورمر ريتنج، ترانسفورمر ريتنج عشان اللي هيشتغل بيها ترانسفورمر في نفس الوقت يبقى عارف هو بيعمل سيلكشن على ايه. لو طلع مثلا احمال 1000 او 2000 او 3 يبقى عارف الستاندرز بتاعت الترانسفورمر. وطبعا يمكن بتاع الترانسفورمر لو حد شاف اي مانيفاكتشر اي بي بي ولا شنايدر او الفنار او هيلاقي فيه ارقام داخل الارقام دي، يعني من 500 ل 1000 في 600 في ممكن 700. وقرز الحقيقه انا شفت شركه الكهرباء بتتعامل معاه، وحتى انا عاملها بلونين مختلفين وهشرح ليه دلوقتي. الترانسفورمر ريتنج اللي هو ال 500 اللي احنا استخدمناه في الاول مع الاحمال الفولت امبير في 1000، 1600 في 2000 كيلو فولت امبير في 2500 كيلو فولت امبير. طب ليه انا عامل ال 2000 وال 2500 كيلو فولت امبير؟ يعني اما بيحبس موجودين في الشبكه بسبب ان الشورت سيركت بتاعهم عالي، الشورت سيركت بتاع الترانسات ال 2000 وال 2500 بيبقى عالي، فده بيخلي محتاج بروتكشن بريكرز بيبقى مكلف. وفي نفس الوقت يعني كل ما كان قيمه الشورت سيركت عندي في الشبكه قليله كل ما كان طيب. مرحله اخر حاجه بقى، يعني احنا خلاص وصلنا ان احنا بنغذي لو فولتج ميديوم فولتج بالديفرنت ريتنجز الخاصه بال اخر حاجه بقى ان انا بحتاج سويتش جير ميديوم فولتج سويتش جير. وده يعني خليني انا ده ممكن حد يستوثق من المعلومات اللي انا حاططها ان انا بحتاج سويتش جير ميديوم فولت سويتش جير. ميديوم فولت سويتش جير هو تقريبا الرينج من يونت سورت عدد سيلز اكبر، يعني اقدر اخرج منه اغذي منه عدد ترانسات كبير. الرينج من يونت بتغذي ترانس واحد، انما سويتش جير اقدر اغذي منه عدد ترانسات زي ما انا عايز. لما يكون عندي ترانسين او اكتر او اللود بتاعي اكتر من 4 ميجا ساعتها بحتاج ميديوم فولت سويتش جير. شركه الكهرباء بتفرض عليا ان انا اجيب سويتش جير واوفر. الميترنج برضو بيبقى على الميديوم فولتج بس بيبقى موجود بقى، الاول كان موجود في الرينج من يونت، هنا يبقى موجود في السويتش جير. وطبعا المشروع هنا مش بيغذي من الميديوم فولت سويتش جير، السويتش جير ده بيبقى بيغذي مجموعه ترانسات. طيب السبيسز اللي انا محتاجها، محتاج طبعا غرفه للسويتش جير تمام، وده الدي سي سيستم اللي بيغذي او بيشغل البروتكشن والريليز الخاصه بالسويتش جير. وكل ترانسفورمر ورينج من يونت هحتاج ان انا احطهم في 4.5 مع كل المواصفات اللي احنا اتفقنا عليها، ان كل سواء السويتش جير او الترانسفورمر ورينج من يونت يكون الاكسس ليهم من بره مرتفعين 30 سم وهكذا. طيب الاسباب اللي انا بحكيت نظري، يعني برضو لو في حد عنده معلومه يقدر يفيدنا، ان يكون في اكتر من ترانس. وليه طب اكتر من ترانس؟ طب انا ممكن اغذي بكابل ورينج من يونت او اخش من الرينج من يونت ان هي تطلع للشبكه. الحقيقه عشان قصه الميترنج، انا لو عندي 2 رينج من يونت فيبقى عندي عددين، فالحقيقه ممكن تكون ده رفض شركه الكهرباء. انا في الاخر محتاج بروجكت بيكون بيتغذى من بوينت واحده بحط عليها المتر. طيب النقطه الثانيه اللي بحتاج فيها سويتش جير الكريتيكال لودز، ودي مستشفيات. انا المستشفى محتاج، وحتى الكود بيقول لي كده، ان سي كود بيقول الاحمال الكريتيكال زي المستشفيات لازم تتغذى من تو سورس ويكونوا منفصلين،
يعني باخد من كل باخد بغذي المشروع بتاعي من محطتين في شركه في الشبكه في شبكه الكهرباء منفصلين عشان اضمن نسبه كبيره توصل ل 100%. ده طبعا غير اليو بي اسز والجنريتورز اللي بتبقى موجوده فيه. وفي ثالث سبب ان طبعا اللود يكون كبير فبالتالي محتاج لفولت ميديم فولت سويتش جير. طيب الميديم فولت سويتش جير بيتوصل ازاي؟ انا دايما بعمل لوب. طب السويتش جير هوصله لوب ازاي؟ شركه الكهرباء بتحط رينج من يونت، بس دي بتبقى عندها عند البوينت، بتحط رينج من يونت طبعا داخل وخارج على شركه الكهرباء، والخارج بتاعها جاي على السويتش جير، ده عشان يحقق اللوب. تمام. انا دي الريفرنس اللي انا اشتغلت منها، كل الريفرنسز اللي انا اشتغلت منها الدي بي اس 1 اللي هو ديستريبيوشن بلاننج ستاندرد خاص بالكود السعودي، هايل حقيقه، ستاندر هايل، وفي كل التيبلز في المحاضره. المجلد الثاني، ثاني كتاب عشان برضه بنحس المعلومات، ثاني كتاب بتاع الدكتور محمود جلاني كان التركيبات والتصميمات الكهربائيه، ممتاز الكتاب حقيقه. الشابتر بتاع تقدير الاحمال هو جزء صغير جدا في الكتاب، ممتازه. الكتاب الثالث كان كتاب اجراءات الخدمه الجديده، ده برضو اللي بيحدد المساحات، ده الكتاب ده اي حد عايز المساحات خاصه بالمتر او هيلاقيه في الكتاب ده. تمام. دي اجراءات ازاي تاخد تقديم الخدمه في مع شركه الكهرباء، يمكن الكود اللي هو الدليل الارشادي اللي هو المجلد الاول، طبعا هو ثلاث مجلدات، المجلد الاول، الباب الثالث يعني تقدير الاحمال، واللي موجود فيه التيبلز الصغير اللي انا عرضته وبعض التيبلز الثانيه، وفي برضو قناه للبشمهندس احمد مجدي مشكورا كان عامل بعض الفيديوهات فادتني الحقيقه المحاضره، وبعتذر على كمية الأرقام والتفاصيل الكتير اللي أنا قلتها النهاردة، وأي حد عنده سؤال أنا تحت أمر. شكرا جزيلا باشمهندس إبراهيم على المحاضرة القيمة أنا مهندس مدني بس أنا استمتعت جدا يعني. الله يكرمك يا باشمهندس محمد. الله يحفظك باشمهندس. أتمنى لو عنده سؤال يعمل ريز هاند. تفضل باشمهندس عبد الرحمن. باشمهندس عبد الرحمن معانا؟ طب انا ممكن اعمل ستوب شيرنج عشان اقدر اشوف تعليقات الناس؟ تمام باشمهندس اتفضل. تمام. طيب باشمهندس عبد الرحمن معانا ولا؟ ما شاء الله انا الموضوع وصل للناس كده، ما فيش حد عنده اي سؤال. اتمنى لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هند. على فكره في اخطاء في المحاضره في بعض الاستيميشن للمباني اللي كنت عاملها غلط، مش عارف في حد خد باله ولا لا. انا طبعا ما خدتش بالي يعني، بس الحمد لله. انا بس لو في حد خد باله يقول لي يبقى متابع. قلت ان انا مهندس مدني بس يعني ان شاء الله الناس مهندسين. والله شرف ليا وجودك يا مهندس محمد. الله يحفظك يا مهندس محمد. ضيف اتفضل. الله يكرمك. باشمهندس محمد ضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكرك جدا على المحاضرة. الله يكرمك. انا مهندس في السورس بتاع ميكانيكا او الباك جراوند ميكانيكا، واستفدت جدا جدا، شغال ام اي بي واستفدت جدا من المحاضرة بتاعت حضرتك. الله يكرمك.
مهندس الموضوع ميكانيكا. واضح الاكزامبلز يعني هتفيدنا في حاجات كتير الصراحة. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس، ربنا ويخف علينا في الاحمال شويه. بس انا بستاذن حضرتك لو السلايس اللي حضرتك كنت تشرح منها تحط لنا لينك طبعا ليها طبعا تحت امرك ريفرنس لينا هتنفعنا كتير يعني. حاضر بالذات اللي متخصص قوي بس كده تبقى ريفرنس لينا نقدر نعتمد عليها ان شاء الله. حاضر تحت امرك يا باشمهندس اكيد. شكرا شكرا الله يكرمك الله يكرمك. أتمنى لو حد عنده أي سؤال يعمل ريس هاند باشمهندس أبو عمر، وأتمنى برضو أي حد يلاقي الأخطاء يعني بمقارب يعني. الحمد لله يعني داريت على نفسي كويس، ما حدش تقايا لغاية دلوقتي. الله مهندسين القادمين يعني هيلاقوا الأخطاء إن شاء الله. أكيد لما نزل البرزنتيشن هيلاقوها إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع خالص شكرا. عندي سؤال لو تكرمت، بالنسبة لحساب الكونكتد لود في هالكود المصري حسبت على الكونستراكتد اريا 240، لو دي حسبتها على مساحة الأرض 400 خدت 60 القيمة المقابلة لها بدل ما تاخذ على يا سلام عليك. أيوة فعلا فعلا هو ده، هي دي الخلطة. الباشمهندس هنا في محمد ممتازة. طيب ايوه مظبوط فعلا مظبوط. انا لما خدت ال 400 انا خدت ال 400 هي الكونستراكتد، والحقيقه ما كانتش الكونستراكتد ده الكونستراكتد. أيوة. بس انا عشان ارجع اخد القيمه لقيت ان انا هخش في الحسابات A1 و A2 فمشيتها كده. تمام شكرا جزيلا باشمهندس عمر. يعني حضرتك لما تسجل ان شاء الله في الجوجل فورم اللي هينزل بعد قليل هيبقى الحضرتك جايزة إن شاء الله من بام أريبيا، هي هتبقى كتاب يعني مش هتبقى أكتر من كده. إن شاء الله. حقرين فرنسك يا مرحبا. لا 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 كل جوايزنا علمية. الله يكرمك وجزاك الله كل شيء. الله يكرمك. الله يكرمك. في حد عنده استفسار؟ تمام باشمهندس حاتم، بس باشمهندس حاتم عنده مشكله في المايك ف لو حد عنده سؤال يعمل ريز هاند. في حد لقى غلطه ثانيه اهو من المهندس محمد. ايوه لقى فعلا كانت فعلا واخد ال 80 وهيك ما شاء الله الناس كانت مصحصحه معايا. طب الحمد لله محمد عبد الرزاق صح يا باشمهندس محمد مظبوط 100% صح. مهندسين كهرباء معانا في المحاضره؟ في مهندسين كهرباء؟ يا ريت لو في مهندسين كهرباء. اكيد 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 اللي قال اخطاء مهندسين كهرباء اكيد. مهندس نهله، مهندس نهله برضو لقيت غلطه فيش. انا لا يا جماعه هما اتنين بس مش اكتر من اتنين خلاص. محمد عبد الرازق طبعا مش هتجيب، محدش هيجيب ال 80 وال 95 غير مهندس كهرباء. طب لا احنا ممكن نعمل ايه، انا يعني كمهندس مدني برضو هسمع محاضره تاني وان شاء الله لو في اخطاء هبلغ حضرتك يعني. لا هما لا لا ما فيش غير اثنين، ما فيش غير اثنين، هي الكونستراكتد اريا اللي كنت واخدها 200 400 بدل 240 والفولت امبير كان 80 كان المفروض 95. بس اكيد مهندسين مدني ليهم راي ثاني يعني. مهندسين مدني لا طبعا طبعا. ما حضراتكم اللي بتعمل لنا الكورنج بقى عشان نوصل بالكابلات للغرف يعني. انا بستنى حضرتك انا بستنى حضرتك تصب وبعدين بعمل الفتحات. الله يحفظك يا باشمهندس. انا اتمنى لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند ويعمل مداخله. وبرده بالنسبه للشهادات الجوجل فورم اللي تم نشره او هيتم نشره دلوقتي يا ريت الناس تملاها عشان تمام هيجيلهم الشهاده على طول على الايميل باذن الله. ان شاء الله باذن الله موفقين يا شباب. ولو يا ريت يبقى في مهندسين كهرباء برضو متخصصين في نقط
دي يقدروا يفيدونا الفتره الجايه ان شاء الله. في انتظار المحاضرات بقى باذن الله القادمه مع حضرتك يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس محمد ان شاء الله. الله يحفظك. الله يكرمك. ان شاء الله باذن الله انا بتواصل معاك باذن الله بعد بعد المحاضره ممكن بكره ان شاء الله اوصل لكل الريفرنس ليك والبي دي اف بتاع البرزنتيشن باذن الله. ولو حابب تمام جزاك الله خير. هو هيتم رفع ان شاء الله البي دي اف او المراجعه بتاعت حضرتك ان شاء الله على قناه بام عربي على اليوتيوب يعني، والفيديو يتعرض برده معاها الريفرنس. تمام باذن الله باذن الله ان شاء الله. متشكر جدا ليك، متشكر جدا على الوقت اللي انتوا اتحتوه ليا، ربنا يبارك في حضراتكم. جزاكم الله خيرا، احنا يعني بنشكر حضرتك بجد يعني المحاضره الرائعه دي، وان شاء الله في انتظار المحاضرات القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. الله يحفظك يا باشمهندس ابراهيم. متشكر جدا. متشكر جدا ليك. مع الف سلام، الف سلام. سلام الله. اتمنى من حضراتكم جميعا تسجلوا الـ في جوجل فورم وتراجعوا الايميلز